عندك او عندك الم وتنميل في كف الايد. الالم دوت ساعات بتلاقيه في مقدمه الاصابع هنا، وساعات بتلاقيه في الكف نفسه. ممكن يكون بيجيلك الم في مفصل الريست او مفصل الرزغ او مفصل الساعد من هنا من قدام. لو جيت خبطت على ايدك بالشكل ده ساعات بتحس بتنميل او كهربا مشيت في ايدك. الموضوع دوت كان موجود عندك في ايد واحده ودلوقتي بقى عندك في الايدين. بيفرق معاك جدا وانت بتعمل اي وظائف دقيقه، مثلا لو بتربط بمفك او جاي بتمسك مسامير او انت حتى ست بيت بتنقي رز. انا عارف ان كتير دلوقتي ما بينقيش رز، بس يعني عدوها. او حتى لو انت شغاله في الخياطه بتستخدمي الابره، استخدام الحاجات بتاعه الاصابع بتكون صعبه عليك. في احتماليه كبيره جدا جدا يكون عندنا مشكله متلازمه النفق الرزغي او الكاربل تانل سندروم. ان شاء الله في الفيديو النهارده هنعرف كل حاجه عنها، هنعرف اعراضها زي ما قلنا، هنعرف الاسباب، هنعرف ازاي نشخص نفسنا في البيت، ونعرف اهم التمرينات والنصائح العلاجيه عشان نتخلص من المشكله دي تماما ان شاء الله. فيديو دسم من فيديوهات مصر كلينيك، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم ابطال؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي. انا تخصصي الاساسي هو خاص بالعظام واصابات الرياضيين، لكن مشكله النفق الرزغي او بتاعه الاعصاب من الحاجات اللي احنا بنشتغل فيها كتير جدا. يعني كتير جدا من المرضى بيجوا لنا على اساس ان هم حالات انزلاق غضروفي جاي من الفقرات العنقيه ومسمع في الايد ومسمع في الكف. لما بنكشف عليهم ونلاقي ان فقرات العنقيه كويسه وفري تماما، بنكشف بنلاقي عندنا متلازمه النفق الرزغي وبنعالجها للمرضى بتوعنا في العياده. المشكله دي للاسف بتكون مشكله صعبه ورخمه، لان كتير جدا الناس ولما نتكلم تشخيص دلوقتي قدام في الفيديو بتقولك ده عصب، ومرايحين للدكاتره عاملين سرعه توصيل عصب او رسم عصب، يلاقي المفاجاه رسم العصب سليم. فكتير من الدكاتره بتبدا تشخص تشخيص خاطئ وتستثني وجود كاربل تانل سندروم او المشكله بتاعتنا بتاعت النهارده. لكن عايز اقول لكم المفاجاه ان كتير جدا من رسم العصب ما بيلقطش المشكله بتاعت الكاربل تانل بتاعت النهارده، حتى لو كان العصب بالفعل متضرر. والاحصاء بتقول ان في 70% من حالات الكاربل تانل او متلازمه النفق الرزغي ما بيبقاش في اي تغيرات على رسم العصب اصلا، يعني العصب الاوسط اللي جايين نتكلم عليه النهارده في الفيديو بيكون سليم. طب يا دكتور ايه الاعراض بتاعت المشكله دي واسبابها وازاي نبدا نشخصها عشان يزول اللبس تماما؟ خلينا في الاول نعرف ايه اسباب اللي بتعملي متلازمه النفق الرزغي ومن ثم الالام اللي بتجيلي في الكف وبيكون ممله جدا. اول حاجه عندي الجينات. في بعض الناس وراثيا اكثر قابليه وعرضه للاصابه بمتلازمه النفق الرزغي، وعلى فكره الموضوع دوت مش غريب، معظم الامراض اللي احنا بنعالجها بيكون هذا العامل مهم جدا فيها. الحاجه الثانيه ودي اللي في ايدينا نقدر نسيطر عليها، المشكله دي بتيجي في الناس اللي بتشتغل بايديها كتير. واحد بيعمل تايبنج او بيكتب كتير على الكمبيوتر، واحد نجار مثلا بيربط كتير في مسامير او بيستخدم المطرقه او الشاكوش كتير، واحده ست مثلا بتنقي رز كتير او بتشتغل في الحياكه او في الخياطه. اي وظيفه خاصه بمفصل الرزغ او الريست بتستخدم لفترات طويله بدون راحه ممكن تعمل المشكله. بعض الابحاث لقت ان السمنه وزياده الوزن مرتبطه بالمشكله بتاعت النهارده. مرض السكر او الدايبيتس ميليتس ممكن يعمل التهابات في الاعصاب الطرفيه ومن ضمنها الكاربل تانل اللي بنتكلم عليه. مشاكل زي الروماتويد ممكن تعملي متلازمه النفق الرزغي، والستات الحوامل ممكن تلاحظ اعراض تنميل في كفوف ايديها. اي كسر في منطقه الرزغ هنا برده ممكن تعملي مشكله، والهايبوثايرويديزم او انخفاض معدل افراز هرمونات الغده الدرقيه ممكن برده يعمل المشكله دي. يا دكتور ايه هي المشكله او ايه اللي بيحصل على تركيب الاعصاب او تركيب الايد بيخلي الموضوع ده يحصل؟ عندنا عصب مهم جدا في الايد اسمه الميديان نيرف او العصب الاوسط. العصب دوت ماشي من هنا وماشي في نص الدراع تقريبا لحد ما بيعدي داخل مفصل الرزغ بشكل عميق، هو وحاجات ثانيه كتير، شويه عضلات وشويه اوتار وشويه اوعيه دمويه معديه داخل النفق الرزغي اللي احنا بنتكلم عليه. كل ده بيمشي داخل تانل او ماسوره صغيره جدا. لو حصل زياده في الضغط داخل الماسوره دي باي سبب من كان، التهابات في العضلات، كسر في العظم فضيق على الموضوع ده، العصب ده هيبدا يتضايق. لما يتضايق يبدا يعمل لك الاعراض الحسيه اللي احنا بنشوفها، ممكن تعملي تنميل، لان العصب الاوسط ده بيدي تغذيه عصبيه لكف في الايد كله كاحساس. ده غير ان هو بيديني تغذيه عضليه حركيه لعضلات كف الايد، فما نستغربش ان تلاقي قبضه ايدك نفسها ضعفت. فطبعا لازم نخلي بالنا من الحاجات اللي ممكن تؤدي لالتهابات هذا العصب اللي اتفقنا، وهنتكلم دلوقتي عن تشخيص كتير جدا جدا رسم العصب ما بيلقطهاش. طب ازاي يا دكتور اعرف مبدئيا اذا كان عندي متلازمه النفق الرزغي ولا لا؟ هقول لك على شويه اختبارات احنا بنعملها في العياده، ممكن انت تعملها مع نفسك في البيت، تقدر تعملها بشكل امن تماما، هتخلينا نفكر مبدئيا احنا موجودين ناحيه المنطقه دي ولا لا. لكن عايز اقول لك التشخيص الدقيق مش هيتم طبعا غير على ايد دكتور، عشان في اسباب كتيره جدا ممكن تؤدي لتسميع وتنميل الايد غير متلازمه النفق الرزغي. هنعمل ثلاث اختبارات عشان نعرف اذا كان عندنا كاربل تانل ولا لا. اول اختبار بنسميه كاربل كومبريشن تيست. هتبدا تيجي عند مفصل الرزغ بتاعك، اتفقنا ان العصب بتاعنا ماشي عميق ليه، هنبدا تيجي بصباعك الثاني بتاع ايدك
التانية تضغط بشكل عميق في الحتة دي، ضغطة قوية شوية يعني. الطبيعي لو انت ضغطت في ايدك التانية ما بتوجعكش، او حد انسان تاني طبيعي ما يحسش بألم شديد، هو مجرد الضغط بس. لكن انت هتفضل ضغط بالشكل ده لمدة دقيقة كاملة. لو بدأت بعد الدقيقة كاملة دي تحس ان في تنميل واعراض في ايدك شبه الاعراض اللي عندك اصلا، فالاختبار دوت ايجابي او بوزيتيف. اختبار تاني معانا نبدا نعرف بيه، تبدا تجيب ايدك الاثنين بالمنظر ده وتقلبهم بالشكل ده كده وتبدا تضغط عليهم جامد، بنسميه ريفرس فالن تيست. بتفضل عامل في الوضعيه دي كده لمده دقيقه كامله. لو بدات تحس ان في تنميل او اعراض من اللي بتجي لك في كف ايدك فالاختبار دوت ايجابي او اختبار بوزيتيف. الاختبار اللي بعد كده والاخير معانا بنسميه الفالن تيست. بتجيب ايدك بالوضعيه دي وتبدا ترفع كيانك بحيث ان يكون الموضوع بشكل عمودي وتضغط على كفين ايدك بالمنظر ده. تفضل في هذه الوضعيه لمده دقيقه كامله. لو حسيت بالم او تنميل او شكشكه موجوده في كف ايدك فالاختبار دوت ايجابي او بوزيتيف. لو الثلاث اختبارات دول كلهم عندك بوزيتيف فانت في الغالب عندك الكاربل تان اللي بنقول عليه، لكن برضو تظل في احتماليه ما يكونش عندك. لو اختبار واحد بس ايجابي الحقيقه ما بنعتمدش قوي على نتائجه، لازم الثلاثه يكونوا ايجابيين عشان نقول ان انت عندك احتماليه كبيره ان يكون عندك المشكله دي. يا دكتور انا عملت الاختبارات دي ولقيت نفسي ايجابي او بوزيتيف، عايز اعالج المشكله دي اعمل ايه؟ هقول لك على كذا حاجه، شويه نصائح نبدا نعملها وشويه تمرينات علاج طبيعي هتقلل من شده المشكله معاك. اول حاجه لازم نعالج السبب اللي موجود عندنا. لو انت ست حامل اكيد طبعا لما نخلص فتره الحمل الموضوع ده ان شاء الله هيبدا يروح بشكل طبيعي. لو عندك زياده في الوزن او اوبيزيتي لازم تقلل وزنك، لان زياده الوزن بنعتبره كرونيك انفلاميشن او التهاب مزمن. التهاب المزمن دوت اكيد هيطال العصب، فمن ضمن علاج المشكله بتاعتنا لازم تقلل وزنك. لو في مشاكل في قله افرازات الغده الدرقيه لازم ناخد علاج، وطبعا ده يكون مع دكتور البطنه. لو انت شخص بتشتغل على ايدك كتير، يعني بتشتغل في الخياطه، بتشتغل في الكتابه، بتشتغل في اي حاجه بتستخدم مفصل الريست كتير، لازم تقلل معدل الشغل ولازم تزود معدل فترات الراحه. يعني انا كان لسه عندي حاله من اسبوعين فاتوا في العياده، عنده المشكله بتاعه الكاربل تانل تنميل في ايده، وشغال تايبنج بيكتب كتير جدا جدا جدا، ويعني من كتر ما هو كان عايز يسرع نفسه في موضوع الكتابه ده بدا يلعب لعبه كده ذكاء بتزود استيعابيته في الكتابه. يعني بيقعد يعمل بايده كده حاجات تطلع له، يقعد يكتب 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 عشان صوابعه تتعود على الحركه على الكيبورد. تقريبا قال لي انا عملت خلال شهر حوالي اكتر من 15000 نقره، يعني كليك كده 15000 نقره، يعني 15000 حركه من العضلات اللي هي ماشيه في الكاربل تانل او في النفق الرزغي بتاعنا. تخيل قد ايه الاوتار دي ارهقت، وممكن مع الارهاق يحصل فيها ورم او سويلنج نتيجه الالتهاب طبعا، فترخم لي على العصب الاوسط اللي هو الميديان نيرف، فتعمل لي المشكله بتاعتنا. فلازم طبعا تاخد فترات راحه، يعني مثلا تقعد نص ساعه بتكتب وبعدين تدي نفسك ريست 5 دقائق بتعمل فيه التمرين اللي هنقول عليه النهارده. وفترات شغلك بشكل عام لو انت مثلا مشغل كتابه 8 ساعات لازم تقلل الموضوع ده شويه في الفتره الاولى عشان الموضوع يبدا يتعالج، وبعدين ممكن ترجع لفترات شغل مع الاخذ بعين الاعتبار وجود فترات راحه. ده ياخدنا دلوقتي لبرنامج علاج طبيعي ان شاء الله متكامل هيساعدك جدا جدا في القضاء على المشكله دي. طبعا قلنا الخطوه الاولى علاج السبب، متفقين على ذلك. الخطوه الثانيه هنبدا نعمل شويه تمرينات. اول تمرين معانا هو استرتش العضلات الموجوده في مقدمه الذراع بالشكل ده هنا. العضلات دي بنسميها الريست فليكسورز، وهي اللي بتتني الاصابع بشكل اساسي ومعديه داخل النفق الرزغي اللي بنتكلم عليه. العضلات دي لو فيها مشاكل او التهابات هتعمل لي مشكله وتضيق لي على العصب الاوسط، فانا عايز اعمل لها تمرين اطاله. كل اللي عليك هتعمله هتقف بالطريقه دي، تفرد ايدك قدامك بالشكل ده وتاخد صوابعك من الاخر خالص كده وتخلي كوعك مفرود بهذا المنظر تماما بهذه الوضعيه. تفضل موجود في الوضعيه دي ثابت لفتره، وبرده صباعك الكبير ده ما يروحش منك، تاخده معاك في الايه في الاسترتش بتاعك بالشكل ده كده. تفضل ثابت في هذه الوضعيه لمده 30 ثانيه وكررها 4 مرات يوميا. اثناء هذا الاسترتش هتحس بشد جامد في العضلات هنا. لو حسيت بتنميل جامد في ايدك فما تعملش الاسترتش ده، معنى الموضوع فيه التهابات زايده عندك فوقف شويه. انما لو حسيت ان الدنيا يعني نفس التنميل اللي عندك او متحمل كمل في الاسترتش عادي مفيش مشكله. هنثبت فيه 30 ثانيه وكرره 4 مرات يوميا. الحاجه الثانيه هنبدا نعمل استرتش عصبي للميديان نيرف او العصب الاوسط اللي فيه المشكله بتاعتنا. اول حاجه هتبدا واقف بالطريقه دي، ممكن تعمله وانت واقف او وانت قاعد من على الحيطه، ليه كذا وضعيه يعني. تقف بالشكل ده وبعدين ايدك اللي فيها المشكله تبدا ترفع كوعك لورا، ترجع كف ايدك للخلف وانت دماغك رايح الناحيه الثانيه، تودي ايدك بعيد ودماغك تبص لها، وبعدين تودي ايدك قريب ودماغك تبعد، بعيد قريب بعيد قريب. وانت بتعمل الطريقه دي هتحس ان في زي تسميع كده عصبي بيحصل او نمل بيجري في ايدك، ده طبيعي جدا ما دام الالم مش زايد قوي وتقدر تتحمله تحمله مفيش مشكله تماما. هتعمل من التمرين دوت 15 عده في 3 مجموعات. الجدير بالذكر اول 3 ايام بتعمل فيهم التمرين دوت ممكن تلاحظ زياده التنميل قليلا مفيش مشكله، بس لو زياده التنميل دي فضلت معاك مده اكتر من اسبوع فانت بتعمل الاسترتش ده في الغالب بعنف، يا توقفه يا تعمله بشكل صحيح. هنعمل زي ما قلنا 15 عده في 3 مجموعات يوميا. النقطه اللي بعد كده محتاج اعمل تمرين مدى حركه المفصل الرزغ عشان
الين المفصل بكل بساطه. هتمسك ايدك الاثنين تشبكهم بالشكل ده وتبدا تعمل ايدك بالطريقه دي، تجيب ايدك كده لحد الاخر، تجيب ايدك الناحيه الثانيه لحد الاخر، تعملها بالشكل ده لمده دقيقتين، والكلام ده تبدا بيه طبعا التمرين قبل ما تعمل الاسترتشين اللي فاتوا. النقطه الاخيره هنبدا نقوي العضلات اللي بتفرد الريست، اللي هي العضلات العكسيه للعضلات اللي عملنا لها استرتش. عشان العضلات دي لما تقوى يحصل توازن ما بين العضلات اللي بتتني والعضلات اللي بتفرد، فالنفق الرزغ يبقى زي الفل. هتجيب دمبل او اي تقل او حاجه تعرف تحكم قبضتك عليها بالشكل ده، تبدا تعمل تمرينات ثبات في الاول. تقف بالوضعيه دي كده وتحاول تثبت ايدك، ممكن تكون ساند ايدك على ترابيزه او عامل اي حاجه بالشكل ده، مفيش مشكله. تثبت في هذه الوضعيه لمده 6 ثواني وكرر لها 10 عدات في 3 مجموعات. بعد اسبوعين من التمرينات الثبات بالشكل ده تبدا تعمل تمرينات طالع ونازل، بنسميها كونسنتريك ايسنتريك بالشكل ده، من غير طبعا ما يكون التمارين دي بتزود لي الاحساس بالتنميل والالم، وتعملها لي 15 عده في 3 مجموعات يوميا. طبعا دي التمرينات والحاجات اللي ممكن تعملها مع نفسك باذن الله هتقلل لك الالم والتنميل بشكل كبير جدا خلال شهر بمعدل يفوق ال 50% تقريبا. اكيد كتير جدا من الحالات بتحتاج علاج طبيعي، لان احنا في العلاج الطبيعي بقى بنبدا نستخدم اجهزه وشويه تكنيكس كده في العلاج اليدوي عشان نبدا نفك العضلات المتنشنه، نبدا نعمل تحريك للعظم بتاع منطقه الريست، نبدا نعمل استرتشات عصبيه بشكل متقدم اكتر، وغيرها كتير من الحاجات اللي احنا بنعملها في العياده. فلو التمارين دي جابت معاك نتيجه كويسه فده ممتاز الحمد لله، طبعا فضل من ربنا الحمد لله على كل حال. لو النتيجه ما كانتش احسن حاجه اعرف ان العلاج الطبيعي لسه فيه تكمله، وممكن تعمل علاج طبيعي والدنيا تتحسن معاك جدا. واوعى تنخدع للاسف بالجراحه، ان انت تبدا تتسرع وتروح على الجراحه على طول، لان الجراحات في حالات الكاربل تانل بترد تاني وما فيش اي فرق تقريبا، وممكن الحاله تسوء اكتر. فلما تستنفذ السبل وجرب تمرين مع نفسك وجرب علاج طبيعي وتقعد فترات طويله وما فيش نتيجه ممكن نفكر في جراحه. قبل كده اوعى تفكر في جراحه، واتمنى ان انت تشير الفيديو ده عشان كتير جدا جدا بيقول لنا بعد ما يكونوا عملوا الجراحات ما بنبقاش عارفين نساعدهم قوي. وبس كده ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل وتدعمونا طبعا بالشير، ولو مش عامل سبسكرايب في القناه فلازم تعمل سبسكرايب وتشغل زرار الجرس ده عشان يجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديده. ولو حابب تعرف موضوع معين، عايز تعرف العلاج بتاعه في اطار تخصصنا اللي هو العلاج الطبيعي لمشاكل العظام واصابات الرياضيين، عرفنا تحت في التعليقات. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله ابطال. سلام عليكم.